التقشير دي تاني خطوة علاجية او يعني خطوة مهمة زيها زي الديرما بن بالظبط، بتعالج مشاكل كتير قوي للبشرة زي مثلا فرط التصبغات، في الكلف نتيجة الحمل او ادوية، في كمان اثار الحبوب نتيجة الحبوب طبعا بتسيب اثار، فكل ده التقشير ممكن يعالج معاك ايه. بلس كمان ان هو ممكن يديكي نضارة، ممكن يديكي تفتيح، ممكن يديكي طبعا نتيجة التعرض للشمس اللي احنا مستمرين فيها في فترة الصيف، فده بيبقى نتيجة حلوة جدا التقشير ممكن يديه. نتكلم بقى التقشير هو ايه، عبارة عن ايه بالظبط. التقشير احنا سواء هو كيميكال او فيزيائي، الحاجات دي بتبقى زي مواد بتتحط على البشرة بتخلي الجلد، طبقة الجلد بتنعزل، بتبدأ ان هي تجدد طبقة جديدة للبشرة، بتبقى نوعا ما خالية من المشاكل اللي موجودة. طبعا بتبقى مترتبة ان هي لو مشاكل عميقة فيها تصبغات كتير بتبقى طبعا محتاجة كذا سيشن بنشتغل عليها. طبعا اللي احنا بنلجأ ليه بيبقى تقشير سطحي، لان احنا ما بنقدرش ندخل في الطبقات الداخلية. فالتقشير السطحي فيه منه نوعين، التقشير اللي بيبقى عندك في البيت اللي انت ممكن تستخدميه كسكراب مثلا بيشيل الجلد الميت، او مثلا اللي بيبقى مثلا زي السولوشن اللي بتحطيه لو بشرتك حساسة بتتحط على البشرة وما بيتفركش خالص، بيفضل 10 دقايق ربع ساعة وطبعا بنشيله، وممكن اي حد يقوله لك زي مثلا المتخصص او ممكن الصيدلي. التقشير بنحدده على حسب المشكله بتاعه البشره بلس نوع البشره، نبدا نحط الماده المعينه او المخصصه لبشرتك، بتبدا ان انت مثلا لو هتمشي بيها بتبدا عدد ساعات معينه وبتغسليها، او بتبقى حتى في الكلينيك ممكن المتخصص بيبقى شايلها لك اوريدي. بعدها زي ما اتكلمنا في الديرما بن برضو بيبدا ان بيبقى في احمرار شويه، طبعا بيقعد مثلا يومين ثلاثه بتبقي حاسه بحرقان شويه، تبدا ان بشرتك برضو الطبقة تنعزل وتبدأ تنفصل. بس هي مختلفة شوية عن الديرما بن ان هي ما بتبقاش فيها نفس الخرابيش اللي بيبقى الديرما بن عاملها. بنصح طبعا اي حد اكيد المتخصص هيقوله، او لو انت مثلا عاملة في البيت وطبعا وشك التهاب سنة او حاجة ممكن تحطي مضاد حيوي، ممكن تحطي ترطيب، ممكن تحطي مضاد للالتهاب، الحاجات دي كلها بتساعدك ان البروسيس بتاع التقشير يمشي سليم وما يحصلش اي ضرر للبشرة. طبعا الحالات اللي انا كمان منصحش ان هم يعملوا تقشير ولازم يبقوا اخدين بالهم جدا في الحتة دي، ان هم بشرتهم مثلا تبقى عندها حساسية مفرطة، عندها اكزيما، عندها مثلا استخدمت مقشر وراح تعمل تقشير تاني، الحاجات دي كلها ممنوعة. وكمان الناس اللي كانت بتاخد النتلوك او الايزوتريتينوين الحاجات دي برضو ممنوع منها التقشير، يبعدوا تماما عن التقشير لحد ما البشرة ترجع كامل صحتها، لان الحاجات دي لو انت استخدمت التقشير معاها هتعملك فرط في المادة بتاعت البشرة، هيعملك تصبغات اكتر ما انت هتعالجيها. كمان سيشن التقشير بنصح بيه جدا للبنات اللي بدأت تطلع لها علامات تجاعيد وهي لسه صغيرة، بتبقى من تكسير مادة الكولاجين تحت الجلد طبعا بسبب ان هي ما بترطبش، مقتنعة ان بشرتها مثلا فيها دهون شوية او فيها مثلا حبوب فما ينفعش ان هي ترطب فتمنع الترطيب فبتكسر الكولاجين. طبعا الناس دي انا بنصح ان هم بيعملوا سيشن التقشير كل فترة، لان بيحسن من تكتشر بتاع البشرة، بيحسن لك من الخطوط التعبيرية. طيب احنا كده اتكلمنا عن التقشير، بنصح بيه جدا لان هو خطوة مهمة قوي للبشرة، ممكن تعمليها مرتين في السنة، ده بيحسن لك من جودة بشرتك وبيحسن لك من مادة الكولاجين والألستين في البشرة، فبيديكي طبعا نضارة احسن وتفتيح. احنا نستنى الكومنتات بتاعتكم، وكمان لو حابين اي توبيك جديد احنا ممكن نتكلم فيه سيبوها لنا في الكومنتات. باي باي.